شاهدينا دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله. هيكون في كمان ماتش الاهلي وبيراميدز في نهائي كاس السوبر المصري، ايضا مباريات مهمه في الجوله ال31 من الدوري الالماني. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فموضوع خطبة الجمعة هيكون تحت عنوان الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان. وزارة الأوقاف شددت على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق. النهاردة المعهد القومي للبحوث الفلكية أكد أن الكرة الأرضية ستشهد اكتمال القمر بدر شوال، وهيكون قرص القمر بدر كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم، ويبلغ لمعانه 100%. لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع مباراة كأس السوبر المصري اللي هتجمع بين الأهلي وبيراميدز الساعة 7:30 بالليل على ملعب محمد بن زايد في الإمارات. لعشاء الدوري الألماني موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 31 من عمر المسابقة، هيلتقي ليفركوزن مع كولن الساعة 9:30 بالليل، في نفس الوقت هيلتقي ماينز مع شالكا.